في تقايد أخصائي في الأمراض المعدية مستشفى فرانس فانون بالبوليدة. أهلا بك سيدي. مساء الخير أخت زهور، مساء الخير كل المتبرجين. مساء مساء النور. إذا سيد الحفيد قايدي، لو نتحدث على الوضعية الوبائية، يعني نسجل في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبي في عدد حالات الإصابة. بالأمس تم تسجيل 250 حالة، اليوم 263 حالة، بالإضافة إلى 7 وفيات، أي بمعدل 13 حالة إضافية بحالات الإصابة بفيروس كورونا. نعم، هذا ما نلاحظه نحن في المستشفيات، وخصوصا في مستشفى أبو فريك أينما موجود. عدنا في تقريبا كل ايام الاسبوع، وحتى يوم الجمعه يوم السبت اللي كنت موجود في المداوله، عندنا حالات عدد راهي ترتفع كل يوم، وحتى المصالح اللي رانا نخدموا فيها راهي مملوءه، باش نعطيك يعني نظره، مملوءه بالمرضى اللي راهم متاثرين بالكوفيد. يعني عندنا مشاكل الان كما كنا نعيشها في ايام تاع شهر ابريل وماي، بشكل تاع لي بلاس دو سبيزاليزاسيون، يعني المرضى اليوم انا لابد باش نديروا نوعا من جون دو تري، نحسب المرضى اللي يدخلوا المستشفى هم المرضى اللي عندهم حالات خطيره او حالات تكون نوعا ما سيريوز، اما في باقي المرضى راح يتعالجوا في المنازل، ونحضروا لهم الحظر الصحي في المنزل، خطر ما عندناش العدد الكافي تاع الاسرار اللي باش ندخلهم المستشفى. اذا نوعا ما يعني اعدنا او الى نقطه الذروه، يعني لما تحدثت يعني في شهر مايو افريل كنا نوعا ما في ذروه الاصابات بكورونا، اليوم يعني الاسره غير كافيه مثلا في مصلحه فرانس فانون بالبوليده. لا ما نقدرش نقارنوا الاعداد خاطر تختلف، اكيد ما لحقناش، ولكن المشكل اليوم هو لكن الضغط، يعني الضغط عاود ولا الضغط هو نفسه، لان الاسابيع اللي فاتت كنا يعني تنفسنا شويه نوعا ما، وكان عدد نقص بكثير، حتى وين لحقنا باش نغلق بعض المصالح ونعاود نسترجعها باش نتكفلوا بالمرضى الاخرين اللي عندهم امراض مزمنه عفوا، ولا حتى المصالح تاع الجراحه، او تفتحت الابواب باش نديروا العمليات الجراحيه. هذا اللي خلى ان النقص العدد تاع الاسرار ينقص، ينقص الوحدات اللي تكفل بالكوفيد 19. اذا عندنا اليوم ضغط كبير خطر حتى الاسرار ينقصوا، دونك اليوم يعني رانا اونتر لو مارتو لا بلوم، يعني اذا تلزمت الحاله نعاودوا نغوصوا مصالح من دار جديد باش نفتحوها كلها للتكفل بالكوفيد 19. ما راناش في هذه الحاله، ولكن رانا نخموا، رانا ندرسوا، إذا لزمت الحالة لازم نغلق هذه المصالح من دار جديد. يعني خاصة يعني مؤخرا تم التخفيف نوعا ما وفتح المصالح الأخرى خاصة لمرضى السرطان والأمراض الأخرى. نعم، هذا واش اللي يهمنا اليوم، هي كنا نريد نرجع نفتح المصالح باش نتكفلوا في مرضى السرطان، حتى الأمراض الداخلية، مرض سكر القلب، الأمراض المعدية الأخرى، يعني مثلا التهاب السحايا، هذو مرضى اللي لازم نعطوهم حتى هما نفتحوهم وحدات باش نكفلوا بهم. اليوم رانا تقريبا نخدموا غير مع الكوفيد 19، خصوصا في مستشفى بو فريك اللي راهو يعني يتكفل تقريبا كله بالكوفيد 19. طيب دكتور عبد الحفيظ، يعني هل هذا مرتبط مع فصل الخريف، يعني ارتباطه مع الزكام الموسمي؟ يعني في الموازنه الموسميه؟ هي كاين عوامل كثيره اللي جعلت انه العدد يعود اكثر من جديد. نظن العامل الرئيسي هو طبعا انخفاض في درجه الحراره هذه الايام الاخيره، ولكن ماهوش العامل الوحيد. عندنا لازم نرجعوا دائما ونقولوا بان الاخلاقيات تاع المواطنين ثاني، راهي الناس راهي نسات مازالنا مع الكوفيد، مازالت الناس تموت، مازال حالات خطيره، راهي رخصت روحها نوعا ما. وهذا راهي اليوم رانا مع الدخول المدرسي يعني، والفتح كل المساجد وفتح المطاعم، هذا يجعلنا اليوم نتخوف اكثر، لان فيه عوامل راهي تتكاثر وتدل على انه كل هذه العوامل راهي تزيد خطوره
هذا الكوفيد 19. يعني حتى التخفيف من الحجر الصحي، وكما قلت يعني فتح المساجد والعودة إلى مقاعد الدراسة أيضا، يعني ربما كل هي عوامل تساعد نوعا ما في انتشار هذا الفيروس. نصائح فقط نقدموها دكتور عبد الحفيظ قيدي للمواطنين فيما يخص إجراءات الوقائية والالتزام بها، يعني تخفيف الحجر أو العودة نوعا ما للحياة الطبيعية ليس معناه أنه قضينا على الوباء أو على الفيروس. بالعكس بالعكس طبعا، لأن اليوم المواطن لازم يعرف، وحتى عند الناس اللي عندهم محلات تجارية راهي متخوفة اليوم. أنا قبيلة كنت نتكلم مع بعض الناس متخوفة، لأن خايفين نرجعوا للحالات تاع شهر ابريل وماي وين غلقوا كل المحلات هذو. هذا يخوف طبعا. اذا اليوم نقول احنا ماذا بينا ما نرجعوش للوقت اللي فات، وكيف كيفاش ما نرجعوش؟ لازم المواطن يعاود يسترجع العاود، تكون وعي جماعي، وعي تاع كل المواطنين. يعني دائما نعاود نعطي نفس النصائح، هي الالتزام لو ريسبي تاع لا ديستونساسيون، يعني باش الانسان يحترم هذه المسافه بين شخص لاخر، الانسان يرتدي هذه الكمامه ولكن بطريقه حسنه. الانسان ما ي... ما ي... ما ي... ما ينساش باش يغسل يديه دومان يغسل فريكونت كو دابيتود. هذه عوامل تبان بسيطه ولكن عندها اهميه كبيره، وهي اللي خلتنا في الاسابيع الماضيه كنا تحكمنا في الوضعيه. اليوم نطلب من المواطنين باش يكون وعي كبير، خاطر والله الاخت زهور امنيني راني كنت موجود في المستشفى كل هذا الخميس الجمعه والسبت، واليوم الحالات اللي راهي تدخل المستشفى راهي حالات نوعا ما خطيره. الناس رجعنا في الضيق تاع التنفس، رجعنا في عاودنا المصالح تاع الانعاش راهي بدات تتعمر. اذا هذا عوامل يخوف نوعا ما، ولكن المواطن لازم يعلم هذه الامور باش يكون فيه وعي من كل هذا المواطن، خصوصا ونحن في دخول السنه المدرسيه. نعم، شكرا لك دكتور الحفيظ قايدي اخصائي في الامراض المعديه مستشفى فرانس فانون بالبليده، شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح.